جيلي لك منا تحية، ويا جيلي لك منا تحية، من النظر الأسفل الأبية، من النظر الأسفل الأبية، وحاج يا مسكين كيف تعيش يا مسكين، والمعيشة دارت جنحين، والمعيشة دارت جنحين، وكيف تعيش يا مسكين، وكيف تعيش يا مسكين. نضالية الأستاذة حسنى الفلكي، أستاذة مفروض عليها التعاقد، متواجدين حاليا من داخل الشكل النضالي بإقليم الناظور تجسيدا لمخرجات التنسيقية الوطنية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، داعية لإضراب وطني وأيضا تنزيل مجموعة ديال الأشكال النضالية. حنايا هنايا باش نأكدوا على استمرارنا في المعركة اللي هي معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أولا، وثانيا التفاعل والتعاطي مع كافة المستجدات اللي كتعرفها الساحة في المرحلة. أولا كاين الاتفاق اللي هو اتفاق الخيانة اللي توقع في 14 يناير اللي كنقولوا انه ما كيلزمناش واللي ما كيكرس الا الهشاشه. المهم بدايه تحيه نضاليه لكل الاساتذه والاستاذات مفروض عليهم التعاقد الى كل شغيلة تعليمية على المستوى الوطني، تحيه للشعب المغربي المقاوم والصامد. يعني حضورنا اليوم امام المحكمه الابتدائيه يعني بمدينه الناظور ياتي في اطار يعني التنديد بالمحاكمات السورية التي يتعرض لها مناضلي ومناضلات التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. يعني المحكمه الابتدائيه الرجعية بمدينة ناسن الرباط يعني وزعت 10 سنوات يعني موقوفة التنفيذ في حق 10 أساتذة وأستاذات مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية التي فرض عليهم التعاقد تحت يعني لا لشيء إلا لدفاعهم أو مطالبتهم هذه الأساتذة والأستاذات يعني بحقهم العادل والمشروع يعني في تعليم مجاني عمومي للجميع وكذلك بوظيفة عمومية قارة. يعني المحاكمات السورية ليست يعني فقط يعني في هذا الحق 10 أساتذة وأستاذات، يعني كانت من قبل يعني محاكمات سورية ومتابعات في حق أكثر من 50 أستاذ وأستاذ من مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة فرض عليهم التعاقد، والتي توزعت عليهم يعني شهور يعني وسنوات في حق كل أستاذ وأستاذة، مع إضافة إلى غرامات مالية، بالإضافة إلى يعني شهر وثلاث أشهر يعني نافذة يعني في حق الأستاذة يعني بجهة سوس مس. اليوم حضورنا اليوم هو التنديد يعني بهذه المحاكمات والمتابعات والتضييقات اللي كنتعرضوا لها كمناضلين ومناضلات التنسيقيه، وكذلك يعني استمرارا في المعركه النضاليه التي نخوضها كاساتذه واستادات دفاعا عن مطالبنا العادله والمشروعه اللي هي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه ضمن النظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه. يعني كما شاف الجميع يعني الاتفاق الاخير 14 يناير سنه 2023 والاتفاق الذي كان ما بين البيروقراطيات النقابيه الاربعه الموقعه اكثر تمثيليه الموقعة على الاتفاق بالإضافة إلى الوزارة وكذلك الحكومة، هذا الاتفاق اللي جاء من أجل صياغة نظام أساسي جديد يسمونه بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. يعني تم التوقيع على المبادئ الأساسية اللي يعني من مضامين ديال هذه المبادئ الأساسية يعني نستشف بأننا هذا النظام الأساسي هو نظام خارج الوظيفة العمومية، هو نظام جاء من أجل زحف يعني على المكتسبات يعني التاريخية ديال الشغيلة التعليمية واللي تحصنت بالاعتقالات. هاد الاحكام كامله وهاد هاد هاد التهم كامله الملفقه زورا وبهتانا ما هي الا اليه من اليات الحظر العملي على نضالات الشغيله التعليميه وعلى نضالات المفروض عليهم التعاقد، بالخصوص لا هي لا السرقه من الاجور اللي كطال الاجره ديالنا الهزيله بشكل شهري، لا هي لا الاصابات ولا التنكيل ولا القمع اللي كيطال الاساتذه في كل انزال وطني او لا جهوي او لا اقليمي. الاجابه الوحيده اللي كنتلقاوها هي كما كتشوفوا ترسانه من القمع اللي كتجي فقط باش تقمع هاد النضالات وهاد الاصوات الحره اللي باقيه كتناضل في الشارع. هذا كامل جانب. الاضافه الثانيه اللي بغيت نقولها عبر هذا المنبر الحر هي اننا حنايا ابدا ما عمرنا نكونوا ضد التلاميذ، هما وليداتنا هما خوتنا واللي المصلحه ديالهم كتقطع مع المصلحه ديالنا اساسا. يعني النضالات ديال الاساتذه على الحقوق ديالهم هي نضالات ايضا على حقوق التلاميذ وعلى تحصين مدرسه عموميه مجانيه
لكافة أبناء وبنات الشعب. وبالتالي المسؤول الوحيد نقول أنه هي الوزارة الوصية على هذا القطاع واللي كتحمل المسؤولية لا في ضياع الزمن المدرسي ولا في النتائج اللي غير محصلة عليها لحدود اللحظة، وكنحملوا هذه المسؤولية. غادي نقولوا أنه كامل هذه الهجومات ما غتثنيناش على المطلب ديالنا العادل والمشروع. عاشت نضالات التنسيقية الوطنية، عاشت نضالات الشعب المغربي، عاشت الأصوات الحرة، وتحية نضالية. ضحية وحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عيتونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية، ويا هداك يا هداك شوفي شوف لولادك، قراو قراو حتى عياو يا حوم يترمى، اعتصمنا في العاصمة تنفسنا بحال ديما، وحدودنا ما نصفونا حاول حلو قمعونا، من اجل يقضي على هذه المكتسبات. يعني الجميع سواء الحكومه سواء الوزاره عبر ابواقها الاعلاميه والايديولوجيه، ولا كذلك سواء بعد يعني بعض الاطارات النقابيه البيروقراطيه التي تحاول ان تغلط الراي العام على اساس ان مطلب المفروض عليهم التعاقد تم حله وانه تم ادماج هذه الاساتذه والاستاذات في الوظيفه العموميه. نقول بان الادماج في الوظيفه العموميه كما نراه احنا كاساتذه والاستاذ المفروض عليهم التعاقد هو الادماج في الوظيفه العموميه سواء في الجانب التشريعي، سواء في الجانب الاداري، سواء في الجانب المالي. الان حتى ولو كان انهض النظام الاساسي الجديد اللي هو المهن التربيه والتكوين، حتى ولو كان داخل الوظيفه العموميه، لنفترض انه كان داخل الوظيفه العموميه، الا ان الادماج ديال المفروض عليهم التعاقد هو فقط في جانبه التشريعي، يعني في المسار المهني ديال الاستاذ فقط. اما في الجانب المالي يعني المطالبه ديالنا بمنصب مالي ممركز ضمن قانون الماليه، وهذا الشيء اللي ما بغاش الوزاره التربيه الوطنيه انها تحقن الاساتذه الاستاذات. وما دام ما كاينش ادماج ديال المفروض عليهم التعاقد في الوظيفه العموميه تشريعيا اداريا وماليا، سنبقى مستمرين في معركتنا النضاليه وسنبقى دائما في الميدان حتى تحقق المطالب ديالنا. عندنا مجموعه من الاشكال النضاليه سواء تعلق الامر بالاضراب اليومين او كذلك اضراب ديال 20/21 فبراير وتخليدا يعني 20 فبراير المجيده، ولا كذلك الامتناع عن تقديم النقاط وادخالها يعني في المسار، ليس ضدا في التلاميذ وضدا في مصلحه التلميذ، وانما دفاعا عن المطالب العادله وضدا في السياسات التي تنهجها الوزاره من تسويف وتماطل. مستمرين في معركتنا النضاليه كمفروض عليهم التعاقد، مستمرين في فضح كل البيروقراطيات النقابيه التي تحاول ان تتعاون طبقيا مع الوزاره من اجل تمرير هذا النظام الاساسي الذي يقضي على المكتسبات ديال الشغيله التعليميه. سنستمر حتى تحقق كافه المطالب العادله والمشروعه ونفرض عليهم التعاقد.